دوري المصري لانديه الابطال اكيد جزء لا يتجزأ من نجاح هذه البطوله الرايه والصفاره. هتحسم مباريات وممكن لا قدر الله تفسد مباريات. النهارده فقره تحكيميه مهمه جدا، هنتكلم في تفاصيل اعتقد ناس كتيره ممكن تسمعها لاول مره، لان التحكيم بالنسبه لنا مش حاله تحكيميه، هدف ولا تسلل، لعبه فار ولا مش لعبه فار، اداره ولا تفاصيل كتير ممكن نشوفها في التحكيم. لذلك في هذه الفقره بينورني وبيشرفني الكابتن ناصر عباس الخبير التحكيمي اللي هنتطرق معاه لتفاصيل كتيره جدا على طواقم تحكيم مباريات كاس السوبر. كابتن ناصر منور الدنيا وسعداء بوجودك معانا على شاشه قناه الاهلي. تحياتي لك يا محمد، تحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، ببارك لك على البرنامج وبتمنى طبعا انك انت ربنا يوفقك وباذن الله ان شاء الله انت ماشي بشكل كويس يعني بشكل الحمد لله احترافي. ان شاء الله ربنا يوفقك في اللي جاي، المهمه صعبه بالنسبه لك واكيد انت عندك الدوافع انك انت تبقى الافضل، فبتمنى لك ان شاء الله التوفيق باذن الله. ان شاء الله. ندخل على طول في الموضوع. هندخل بس ليا نقطة مهمة جدا يا كابتن. اتفضل. النقطة المهمة هي لما بنتكلم على الدعم المعنوي للحكام. ده مهم جدا. يعني ايه دعم معنوي يا كابتن محمد؟ احنا شفنا النهارده يعني وانا حكم صغير وانا حكم دولي وانا محاضر في الاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي، دايما الدعم بالنسبه لي مهم جدا جدا جدا، خاصه في ظروف هذه الدوره اللي موجوده. فالنهارده انا مش مجامل ولا حاجه، ولكن انا بشكر مجلس اداره النادي الاهلي. دي بدايه ودي حقيقه لابد ان احنا نقولها. النادي الاهلي النهارده ضرب المثل في ازاي يقف جنب حكام مصر، ازاي يديهم الدعم المعنوي، الدوافع، مسانده. دي حاجه كانت موجوده جدا جدا في النادي الاهلي لابد ان احنا نشيد بيها، لان كانت الحكام محتاجه الكلام ده يا كابتننا، محتاجه ان هي الانديه تقف. من غير ثقه الانديه في الحكام مفيش تحكيم. اللي بيدي الحكام الثقه وبيدي الحكام الباور اكيد والقناعات هي الانديه. النادي الاهلي النهارده وقف مع الحكام بامانه بشكل جميل جدا ورائع، وقال لهم احنا معاكم في البدايه، خاصه احنا عندنا حكمين معروف وامين عمر كاس عالم 2026، دفعه معنويه كبيره جدا جدا تحسب لمجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب. طيب ندخل بقى في الموضوع، لان عندنا تفاصيل النهارده غريبه شويه، ويمكن انا قبل ما يكون معايا الكابتن ناصر تطرقت ليها في الانترو. 6 حكام في مباراه الزمالك وبيراميدز و5 حكام في مباراه الاهلي وسيراميكا. ترجم لي يا كابتن ناصر، ازاي نسافر ب 11 حكم؟ البدايه وهنا يمكن عامل جدول، ودي نقطه مهمه جدا، وعامل مقارنه. دايما بحب المقارنات. مقارنه بحكام السوبر 2023 كم كان عدد الحكام يا كابتن محمد، والمقارنه بالحكام في 2024. في 2023 كان عندنا 14 حكم، أربع حكام. أربع حكام ساحة على الشاشة هنا عندنا تمام. تمانية يا كابتن هنا. الحكام أمين عمر، محمد عادل، معروف، بنا. نروح للمساعدين أبو الرجال، أحمد حسام، سمير جمال، سامي هلهل، أحمد توفيق طلب، هاني عبد الفتاح، يوسف البساطي، كان وائل شعبان من خارج القائمة الدولية. يعني السبعة هنا الدوليين مساعدين موجودين معاهم وائل شعبان، دي تمانية. وعندنا هنا أربع حكام دولي. أدي 12، وكان عندنا حكام كبار كان محمود عاشور وطارق مجدي 14. ما عندكش اي مشكله في اختياراتك للماتشات. تعال النهارده نشوف اختيارات 2024، هو احنا بنتقدم ولا بنتاخر؟ المفروض نتقدم. نتقدم نشوف سلبياتنا في السنه اللي فاتت ونزود. ليه يا كابتن بقول الكلام ده؟ لانك انت النهارده لابد يكون عندك اختيارات، عندك مباراه السوبر دي مهمه جدا. طب سؤال، لو حكم لا قدر الله في الماتشين الاولين حصل في اخطاء، القايمه معانا اهي، نيجي بقى القايمه ديت. نروح للحكام، امين عمر معروف، محمود ناجي، احمد الغندور، دول 4. عندنا هنا 4 حكام مساعدين ومعاهم عمر فتحي. يا ده فرق شاسع قوي. تمام. وعندنا حكام الفار هم محمود عاشور ووائل فرحان. حتى كدوليين في المساعدين كلهم مش دوليين. عندنا ابو رجال بس واحمد حسام دوليين، وعندنا شريف عبد الله، هاني خري، عمر فتحي. 3 مش دوليين. 3 مش دوليين. اوكي. انا ما اعترضش على 3 مش دوليين، هم عندهم خبرات، شريف وهاني وعمر، ولكن انا بتكلم على عدد. السؤال نمرة 1. انا النهارده يا كابتن محمد حصل مشكلة في المرة الأولى والثانية. حكم مساعد حصل له لا قدر الله، بنتمنى طبعا التوفيق للكل، خطا تحكيمي فادح النهارده، هل انت هتلاعبه المباراه اللي بعد كده؟ طيب عندك حكم عنده مشكله وده وارد، مشكله فنيه او مشكله بدنيه او مشكله اصابه، كل شيء وارد، كل شيء وارد. فليه انا اضغط نفسي؟ السؤال، انت قلت حاجه جميله جدا، احنا عندنا في المباراه الاولى ومرتين 6 حكام موجودين. ما طالما 6 في الزمالك وبيراميدز يبقوا 6 اهلي وسيراميكا. تعالى بقى قول لي المشكله دي تتحل ازاي.
كابتن في حاجه مهمه، وانت كنت في اتحاد افريقي لابد من طاقم التحكيم قبل المباراه في حاجه اسمها الميتنج ماتش، ان 6 حكام مع المراقب قبل المباراه بساعه ونص. مظبوط صح. ليه ساعه ونص؟ لان انا النهارده بشرح انا كحكم خطه اللعب لحكامي. طب النهارده الراجل ده هيبقى عندنا حد ناقص، يبقى انت معاك 5 حكام بس. السادس ده عقبال ما يجي يا كابتن من المباراه الاولى هيتاخر، على الاقل هيجي لك المباراه الاولى الساعه 4:05، المباراه الثانيه الساعه 8، عقبال ما يخلص هيخلص لو في ركلات ترجيح هيتاخر، هيجي لك متاخر. فانت النهارده الراجل حتى مش هيلحق في الطريق، طريق ماشي وانت وحظك. هو ليه انا اضغط نفسي؟ فانا كان عندي حاجه مهمه جدا لابد ان انا اتكلم فيها. انت النهارده صفرت معدي لياقه بدنيه، كل الاحترام والتقدير ليه يا كابتن محمد. كابتن محمد ابو خاطر راجل مجتهد وبيشتغل شغل كويس قوي. سؤال حضرتك، انت وديت معدي لياقه بدنيه مع الحكام، وكان عندنا خالد حسين انت اخترته في الاول وبعدين ما سفرتوش، يعني اختار حكم وبعت صوره الباسبور وكل حاجه، وفي الاخر في اخر لحظه تراجع. سؤال ايهما افضل، انا كلاجنه الحكام وانا مسؤول لجنه الحكام، معدي لياقه عندي افضل ولا الحكم أفضل؟ الحكم طبعا. وهقول لك ليه يا كابتن، خاصه هم حكام دوليين فمش محتاجين معد يكون معاهم. الله عليك كابتن محمد. هو امين عمر سافر كم مره سفريه ومعروف والغندور وراحوا، هل كان معاهم معد لياقه بدنيه؟ ما كانش معاهم معد لياقه بدنيه. يبقى انا النهارده اختار حكم بدل ما انا عندي مشكله، يبقى عندي 6 حكام هنا و6 حكام هنا. محمد خاطر قلت جميل قوي قوي، هو السؤال هو انا كابتن محمد كحكم مش هعرف اعمل احماء لنفسي قبل المباراه؟ ما هو بيعمل في الملعب. طب امين عمر بيسافر تصفيات كاس عالم وبيسافر كتير قوي قوي، هو وغندور ومعروف ومحمود ناجي. صحيح. فدي كانت مشكله، كان انا شايف ان كان ممكن يبقى الحكم افضل يسافر مكان محمد ابو خاطر. طيب الحكام بقى اللي تم اختيارهم، احصائيات ادارتهم لمباريات الاهلي، نتائجهم في مش نتائجهم كما كمباريات يعني، ادائهم في الموسم الماضي، اختيارات بجد ممتازه ولا كنا المفروض نختار حكام تانيين مكان حكام موجودين؟ سؤال مهم جدا جدا جدا، وانا مش هدعي ان انا ملم باحصائيات الحكام من 4 5 سنين يا كابتن محمد. كل الاحصائيات موجوده عندي بالمباريات بالتقييمات بتاعتهم بالاخطاء التحكيميه سواء للنادي الاهلي او لجميع المباريات. يعني انا النهارده ما بقول لك النهارده محمود ناجي الحكم اللي هو في السوبر النهارده هو ادار في الجوله 11 والجوله 34 مباراه فاركو للاهلي والاهلي، وادار الاهلي ومودرن فيوتشر. نيجي بعديه امين عمر في الجوله 8 ادار زد والاهلي، وادار في الجوله 32 الاهلي والبنك الاهلي. احمد غندور لعب مباراتين برضك في الجوله 5 والجوله 20 الاهلي وبلديه والاسماعيلي والاهلي. اخر حكم في الموجودين هناك حكام السوبر كان محمد معروف، ادار الاهلي والاتحاد وادار الاهلي وسيراميكا. الاربعه بتقييم عام كمقيم ادوا اداء كويس. كان هناك خطا تحكيمي لم يؤثر. حسب ركله جزاء على رامي ربيعه تقريبا في مباراه فاركو والاهلي. اوكي. وما كانش مؤثره، ولكن عدوا الاربعه بشكل كويس يا كابتن محمد. اتمنى ان الاربعه يادوا اداء فيه العداله التحكيميه للكل. للكل يا كابتن محمد. ليه؟ كابتن محمد هذه البطوله النهارده انت بتقدم مردودك لحكامك. لو النهارده ما ابتديتش بشكل كويس قوي 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 انت عندك دوري. صح. لابد ان النهارده مع الدعم اللي موجود من الانديه ومع ثقه الناس كلها بحكامك، لابد النهارده ان يكون النهارده الحكام لهم دور. لابد يا جماعه النهارده ربنا يوفقكم، انتوا النهارده الكره في ملعبكم. انا عايز اقول لك بالمناسبه واحنا بنتكلم على موضوع اللياقه البدنيه، انا تابعت طبعا الحكام طوال الموسم، كانوا بيشتغلوا على عبر الواتساب، يعني المعد البدني يبعت على الواتساب البرنامج البدني وكله بيشتغل. ما بالك بقى انت رايح في السوبر فمش محتاج، خلاص يعني انت في الدوري شغال كده. يلا مفيش مشكله. بالظبط بالظبط يا كابتن محمد. طيب ده بالنسبه لمحمود ناجي. باقي الحكام يعني عدد مباريات اللي قدروها في الدوري السنه تمام اللي فاتت. تمام. انا عامل حساب يا كابتن، انا لو الوقت يسمح انا بنتكلم على اكثر الحكام لعبا في هذا الموسم بالنسبه للحكام الدوليين. رجعنا لقينا امين عمر لاعب 13 مباراه. تمام. وده جميل جدا جدا، لاعب مباراه 3-3 فار. يجي بعديه محمد معروف يا كابتن لعب 12 حكم مباراه حكم ولعب 9 مباريات فار، يمكن هم ده الافضل او اكثر الناس لعبا في الدوري الممتاز الموسم اللي فات. تمام. فنقطة مهمة جدا يا كابتن، قلت لما قلت النادي الاهلي بيدعم حكامنا وده شيء مهم جدا، كان لابد ويمكن ليه عتاب صغير على اتحاد الكورة. النهارده كان محمد فاروق النهارده رئيس لجنة الحكام طلب طلبين صغيرين قوي يا كابتن محمد. طلب نمرة واحد ان يضاف عدد حكام يسافروا، اسف دوت ما هذا الطلب اترفض.
طلب حاجه مهمه جدا جدا وسهله جدا جدا، زي للحكام يا كابتن، زي للحكام يا كابتن محمد. يعني انا النهارده لما بنزل الملعب لابد ان يكون في زي الاتحاد المصري البادي التدريب، وفي نقطه تيشيرت في حكام دوليين عندهم لقطهم الدوليه بالظبط، وفي حكام مش دوليين. هقول لك على مفاجاه، ودي اول هقول لك على مفاجاه اعتقد مش بعيد عليك، ولكن هل تعلم ان البدل اللي الحكام رايحه النهارده او تصوروا بيها هذه بدل الحكام وليس بدل اتحاد الكوره، بدلهم الخاصه، بدلهم الخاصه، ان هم قالوا لبعض يعني ازاي نعمل شكل كويس حتى لو البدل تبقى متقاربه. وده كان المفروض يبقى فيه دعم يا كابتن محمد، زي ما قلت محمد فوق طلب، زي هو ايه ازاي بدل التدريب مفيش طلب طلبه وتنفذ تشيرت تسخين او احماء وشورت، حاجه بسيطه جدا جدا. ده الدعم اللي احنا بنتكلم عليه، الدعم اللي كان لابد ان الاتحاد المصري يقف جنب حكامه ودعم. ولكن ده الصوره، صوره الحكام بالظبط. انت هتلاحظ النهارده بص، انا مستغرب من فكره القعده والوقفه، يعني مش عارف يعني بص يا كابتن محمد هتلاقي حتى البدل مش يعني الالوان برضك فيها شويه على حسب هم قدروا، طبعا على قد ما قدروا مشكورين طبعا ان هم عملوا الزي دوت. يعني حاجه دي بالاجتهاد الذاتي كان لابد، انا من وجهه نظري على الاقل يا كابتن تيشيرت وبدله مش هتكلف اتحاد حاجه. على الاقل لو انت تنزل بتعمل احمائك الاربعه اللي موجودين في الملعب بتيشيرت واحد.